انا من الناس ديال السكان ديال الامارات، الناس ديال حي النصر. انا عندي اسره، عندي مكونه من 4 ديال النفوس، وهز هاد الاسره هادي، وهاد الاسره هادي ديالي دابا بحال تما يحولوا هاد المارشي بوقلادل. فين غنمشي؟ كي غادي تمشي؟ عندي عام موطور تريبورتور، ما عندي لا ترونسبور لا والو، عندي الطريطات الله يحسن العوان. هذاك الشيء كنجيبو تخسروا على الوليدات. عندي البنادم يكون قريب، ديروا لنا شي مارشي قريب لينا، ماشي بعدوا علينا بزاف بزاف علينا، حنا ناس مدمرين الله يحسن العوان. وما كاين لا 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 سينيسيس، ما كاينش لا تغطيه صحيه لا والو، حنا ناس مدمرين الله يحسن العوان. اللي بعدوا علينا غيقتلونا هاد الناس، راه غيبغي يقتلونا. حنا خدامين بكتافنا بالحاله. طيب 17 عام واش حنا عام وحنا خدامين هنايا؟ حنا دابا الشباب فين غنمشي؟ انا ما عندي فين نمشي، انا ما عندي فين نمشي دابا. لا حولوا لي المارشي، ما عندي فين نمشي، فين غنمشي؟ ما كاينش شي حل. بغيتش تحولوا المارشي خاصكم ديروا الحل، الحل للشباب، الحل للناس، الحل كلشي. فكروا في الناس قبل ما تحولوا المارشي. ما حولتوه اذا كتقتلوا عباد الله، هاد الناس هادو غتقتلوهم. كنهضروا على البديل، فين هو البديل؟ البديل فين هو؟ تا زيتي عباد الله غادي يوم الحد الدنيا، وانت بصيفتك رئيس ديال هذه المدينه ديال هذه البلديه، العاود جيب المشاريع للمدينه، كتهز المشاريع منه كديها لجهه اخرى. الا كان الرباح كينوب على قنيطره وباغي ينمي قنيطره، والعنصر باغي ينمي السلاق، ومهيدي باغي ينمي سيدي قاسم، شكون غينمي هذه المدينه؟ وشكون غيدوي عليها؟ الخطا ديال الساكنه اللي صوتت نهار الاول على كاس السير الرجلالي بصحتك، دمرنا وذبحنا ودير اللي بغى يجي. بخصوص تصويت المجلس الجماعي لمدينه تمالا اليوم على ترحيل سوق الجمله الخضر والفواكه، واللي احنا كمعارضه داخل المجلس صوتنا ضد هذا القرار، لانه في الاول والاخير هو تيبقى قرار غير شعبي، لان هذا اولا هذا السوق كيشكل واحد كيشكل واحد المدخول قار للمجلس اللي هو مليار و200 مليون. ثانيا كاين الجانب ديال الناس المتضررين، اولا المتضررين هو الناس المحيطين بهذاك السوق الجمله، في واحد الناس ديال حي النصر اللي تيعتاشوا من هذاك السوق، وهما كلهم طبقات شعبيه. زيد على هذا هو اننا غادي نعرفوا واحد، بغينا ولا كرهنا، غتكون واحد الزياده صاروخيه في الخضر والفواكه، لان غتزاد الفاتوره ديال النقل اللي غتبقى تجيب الخضره والفواكه من بوقنادل. ثالثا على المستوى السياسي، حزب العداله والتنميه داخل المجلس ابانوا على انه هناك شرخ داخل المنظومه، لانه هما 42 مستشار اللي حضروا 20 ولا 21، يعني ان حتى الناس رافضين هذا القرار انه قرار غير شعبي. التبعات ديالو غادي تكون خطيره الى ما دارش البديل. هاد الناس اللي ما عندهمش بديل، لان غادي ديك الارض غدا ولا بعدو غيجيو المضاربين العاقرين ويديو هذيك الارض دار فيها شي حاجه اللي ما غتكونش في صالح هذوك الناس. حنا عندنا حنا كحزب حنا اقترحنا البديل، لان غادي نحاولوا ما امكن نجيبوا بديل اللي يخفف لنا الوطأه ديال غياب هذاك السوق الاسبوعي اللي كيستافدوا منه واحد 600 ديال البشر بالعائلات ديالهم والمدينه. المشكل انك ما كتستافدش منه غير مدينه تمارا والسخيرات وعين عوده، يعني 10 ديال الجماعات كيستافدوا من هذا المارشي، وكتستافد منه حتى الناس ديال الرباط. هذا قرار فيه شنقول لك، فيه املاءات، وقرار ليس بريئا، قرار ماشي بريء، فيه املاءات، وحنا عارفين الاملاءات وعرفنا الامور الصفقات اللي كدار تحت الطاوله، ولكن تنقول هاد الناس اللي مرروا هاد القرار تحملوا مسؤوليتكم امام الشعب. انا ما عندنا ما ناكلوا ما نشربوا، هاد الخشب اللي ناكلوا منه نشربوا منه، انا عندي 4 ايتام ما عندي فين نمشد. عيش الملك، هاد المراه عايشه من هاد الخشب، والله الا عايشه منه، والله ما عندي ريال يدخل عليا من دورها الخشب الميكا. فين غادي نمشيو؟ لا ما غانمشيوش، المرشي بعيد علينا، فين غادي نمشيو؟ نموتوا بالجوع، لا بقاو قتلونا بالجوع. ما عرفت، ما عندناش فين نمشي والو. واش باش عايش؟ الله يطول عمره يسمع من الدراويش يخلينا فاش نعيشوا. الله يطول عمره، ما عادش الدراويش فاش تعيش، حنا عايشين هنا. واش السياسه ديال الراسماليه دي فين غادا بها البلاد؟ واش حنا ما غنعيشوش؟ بغينا نعرفوا الفقير ما كانش يعيش في المغرب. شوف بحالنا، شكون قال لهم حولوا لنا المارشي؟ حنا راه الاف ديال البشر عايشه منه،
كاين اللي لا خارج وجاي يخدم، كاين اللي مولا وليداته وبغى يخدم، كاين اللي ضارب 40 عام في الكروسه بحال هذا السيد هذا، معيش عائله فين يمشي؟ كاين اللي الله مجوج بهذه حياته فين يمشي؟ سينا عليه الرجالي والشاور معانا حنايا، رجالي راه الطوموبيل من الدوله، البون ديال الدوله، الخضره كتوصلوا ديال الدوله، لوطيل ديال الدوله، ديبلاسمون ديال الدوله، هضر معايا شي مسؤول شي عاني راه ما غايغ واخا دير بطاطا 10 درهم ما غايعرفهاش، هادشي علاش؟ كياخد احسن سالير، عنده الحصانه، عنده كلشي، هضر معايا بزاف هادشي هذا، بزاف هادشي هذا، واش السيد هذا اللي دار 40 عام؟ واش السيد هذا اللي داير 40 عام؟ عاد غنعطيوه طاكسي في طاكسي في طاكسي في طاكسي، وشحال غايصور؟ شحال غايصور؟ شحال غايصور؟ شحال غايصور؟ قول لي 100 ريال فيها 5 نفوس وجوج بنات هي 7 يلاه شحال غايصور؟ شحال غايصور؟ الوحيد اللي كنستافد منه بالنسبه لينا حنايا عندنا 18 عام ديال المارشي، 18 عام وحنا خدامين من ملك المارشي القديم، عرفتي شحال من جوطيه؟ عرفتي شحال من سوق عشوائي كاين في شماره ولا لا؟ الاف ديال البشر الملايين عايشه منه من نهار شماره جيو نتوما تحولوا الى السياسه ديال الجهويه المتقدمه الى جهويه، واش الجهويه هذيك ما كتفكر الدرويش كاع ما كتفكر المواطن كتجي كتسيني من الناحيه السياسيه انا كنعتبر بانه المجلس البلدي بمدينه تماره هو مسلوب الاراده السياسيه في هذه النقطه بالذات، علاش؟ لانه هذه النقطه هذه ماشي قرار ديال المجلس البلدي وماشي واحد الرؤيه استراتيجيه ديال المجلس البلدي وماشي واحد ما داخلش في داك المخططات اللي دارها المجلس البلدي الى غير ذلك، هذا قرار جا تحط عليهم من الفوق وتفرض عليهم، والدليل على ذلك هو انه ماشي اول مره كيتفرض، هذا راه تقريبا حوالي سنه راه تعرض في دوره استثنائيه 27 نوفمبر 2017 واليوم وعاود تعرض في دورات اخرى وترفض من طرف المستشارين ديال المجلس الجماعي باجماع خصوصا بالدوره ديال 27 نوفمبر. اليوم كنقولوا كنطرحوا هذا السؤال المشروع ديال من الذي تغير؟ الجواب عليه مباشره كيحيلنا على اننا نحسوا بذاك الانطباع ديال انه هذا المجلس البلدي هو مجلس بلدي مسلوب الإرادة السياسية خصوصا في هذه القضية، لأنه سميتو احتكم يعني للتعليمات اللي جات عن طريق الهاتف أو للتعليمات اللي كانت في المكاتب الفاخرة، لأنه كذلك وهذا سؤال مشروع يعني فتح باب ديال التأويلات على واحد على مصراعيه. من بين التأويلات اللي كتقال اليوم هو انه حتى ذاك الميزانيه اللي دوزاتها اليوم وزارة الداخليه للمجلس البلدي من اجل يعني اطلاق مشروع ديال التأهيل الحضاري، فحتى هاد الميزانيه هذه اليوم كيتقال بانه دازت بصفقه، يعني دوزوا لنا انتم في الدوره الاستثنائيه او في الدوره العاديه ديال اكتوبر دوزوا لنا هاد القضيه ديال المارشي ديال سوق الجمله وندوزوا لكم حنا هذوك الميزانيه، معنى انه الناس اليوم كتحضر الهاجس الانتخابوي اكثر ما كتحضر المصلحه ديال المواطنين. احنا التجار ديال مدينه تماره، عماله تماره، الصخيرات، احنا ما يمكنش واحد الفلاح جايب واحد 6 صنادق او 10 صنادق ويديهم حتى لبولقنادل، راه بزاف عليه الترونسبور، بزاف على العياد العامله ديالنا هنايا، احنا غندمروا هنايا، احنا خاصنا المارشي ديالنا يبقى في العماله ديالنا، هادشي اللي تنطالبوا به، والحرايفيه راه كاملين ضامنين على هادشي، باش غنديو حنا البورقنادل غنقلوه من هنا، وجهه تماره الصخيرات معروفه بمنطقه فلاحيه فيها البطاطيط فيها الطوماط فيها اي حاجه، ما يمكنش واحد الفلاح بسيط غيهز 6 صنادق او 10 صنادق ويديهم حتى البورقنادل باش يبيعهم ويبيعها ب 600 وغيخلص 2000 ولا 4000 ديال المازوت، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. المشاكل اللي غترتب على هذا القرار، اولا غيكون مشكل ديال الهاجس الامني، اصلا تماره فيها مشكل امني، وهذا الشيء غيزيد يترتب على سميتو. ثانيا الساكنه ديال المدينه غادي تعاني واحد المساله اساسيه، واحد العدد ديال الناس اللي هما داخل سوق الجمله للخضر والفواكه كيترزقوا الله من تماك، على الاقل غنعطيك غير واحد الاحصائيات بسيطه، غير مالين الكرارس اللي كيدفعوا الكرارس وحماله وكذا،
ازيد من 400 واحد. هاد 400 منين غتديه للبوقنادل فين غتمشي؟ فين هو الارزاق ديالها؟ فين غتصور داك الطريف الخبز ديالها؟ ثانيا هاد المارشي كان واحد الرافعه ولا واحد يعني واحد يعني رافعه اقتصاديه مهمه جدا، خصوصا جات في واحد المنطقه اللي هي تعاني الهشاشه وكيخصها المواكبه الاجتماعيه، لان دارت في واحد الظروف معينه ودارت بواحد الطريقه معينه ديال التعويض ديال دوار صحراوه والتنقيل ديالو الدوار جي دوار سلامين، دار في واحد الظروف معينه وكان المارشي يعني واحد المتنفس نسبيا كيسترزقوا منه الله وكيتقوتوا منه هذوك الناس. الان غيمشي حتى داك المارشي داك المورد ديال الرزق مشى انت يعني باش تمشي 43 كيلومتر او 50 كيلومتر حتى البوقنادل، يعني شحال قدهم. ويستحيل ان واحد غيمشي من حي النصر حتى البوقنادل باش ياخذ يعني باش يسترزق الله في المارشي. الا كان شي ظلم، هذا راه ام الظلم. راه واش هاد الناس داروا شي عمليه حسابيه؟ واش عرفوا هاد الناس اللي كيعيشوا من هاد المارشي شحال؟ واش حصاهم؟ واش مشاو لعين عوده والسخيرات والاربعه وسيدي حيا زعير؟ واش حصاو هاد الناس؟ واش عارفين هاد الناس راه كلهم عندهم سكن اقتصادي ولا ما عرفوش؟ اه عباد الله، راه ام الظلم. راه دعينا هاد الحكومه لله وعاش الملك. راه الا غيحولوا هاد المارشي راه خاصهم يديروا عمليه حسابيه لهاد الناس اللي كيعيشوا من هاد المارشي، ويحسبوا شحال من مليون كيعيش من هاد المارشي. يديروا عمليه حسابيه ويحصيوا هاد الناس ويديروا لهم سكن بعدا تما. هاد الناس عندهم سكن اقتصادي، ما الطريطات كاين اللي ما تيخلصهمش هنا، بالاحرى غادي يمشي ليه. والمركوب واحد البنادم عامل هنا للمدينه الباب لحد خدام عير هنا في حي الرياض تلقى مشكل في الترونسبور. والمغرب راه وهاد المشكل راه مطروح ومعروف ديال الترونسبور. الانسان عام من تمارا من المارشي المحل لسيدي حيا تلقى مشكل، وعاد حنا غادي نمشيو ليه؟ راه ام الظلم. انا لله وانا اليه راجعون. هادشي هاد المشكل هذا بغاو يقتلوا الناس مره، والله العظيم الا بغاو يقتلوهم. هادو راه تيقلبوا على شي مشكل. حنا اليوم كنلتمسوا من سيدنا باش يخلونا هاد المارشي ماشي. راه الا ما راعوش الجانب المادي ديال الانسان يراعيو الجانب الاجتماعي. راه كونوا على يقين، راه كارثه عظمى. راه الانسان خصو يفكر يشوف شنو كاين في جنابه. راه كارثه عظمى. شوف السيدي، حنا حولتونا من هنا. اسكت حولتونا من هنا ليه؟ حنا غنولوا دايرين عصابه مافيا، ما كاينش اللي غيمشي يخدم بكتافه. غنولوا نتعرضوا للبيع والشرايه، غنولوا المارشي ديال تماره هازتو اطوان ديال البشر هنايا. كيجي يجي متقدم سخيرات بوزنيقه بن سليمان سلاب كلشي تيجي وتلانا جوج المليون اللي هزه ديال البشر. فين نمشيو اخويا؟ فين؟ انا بغيت نقول حاجه وحده باش نختم للاخوان ديالنا في بلديه تماره. الشي راه واخا يدوز لكم داك الفلوس، واخا يعطوكم داك القدر اللي انتم كتراهنوا على اساس انكم تصلحوا به تماره وتزيدوا توسعوا به من القاعده ديال الناس اللي عيصوتوا عليكم. كون على يقين راكم كتلعبوا مع وزاره الداخليه. راه وزاره الداخليه عندها مشكل مع حزب العداله والتنميه. هذا الكلام خاصكم ديروا حلقه في ودانكم. راه تبقى لكم سنه من تبغيو تبداو المشاريع، غايقول لكم قربت الحمله الانتخابيه.